ويسبر هو اسم العطر اللي انطلق من بينكولي قبل شهرين بجانيوري من 2016. هو عطر عربي مصنع من العود والساندلوود. أنا من شي سنتين أخلط عطور، بس هذا العطر الأول اللي هو طلع للببليك يعني، وإن شاء الله أكرر التجربة بس هي عطور فرنسية أخرى. بالنسبة للمجوهرات هي معظمها أو مو معظمها، هي تقريبا كلها أحجار طبيعية، معظمها عقيق وجيد وذهب مطلي وفضة مطلي. هم أنا صار لي بيها سنين. القطعة اللي أشتغلها ما أشتغل غيرها، من كل حاجة عندي قطعة واحدة بس وما تتكرر، فالقطعة اللي تنخذ مني ما راح تلقيها مرة لابستها واحدة ثانية، وهذا اللي يميز شغلي. طبعا احنا بالعالم العربي احنا نحب الفيروز من زمان، فأحب أركز عليه. لون الفيروز معروف انه يرهم على كل شيء، وتقريبا كل أذواق تتفق عليه انه هو فاشن، ما يروح موديل أطول يعني، من زمان لليوم تشوف الفيروز هو اكثر شيء مرغوب. بالنسبه للعقيق نفس الحاله، هم يقولون يجلب الحظ او بشيء يعني يغير المود، انا ما اعرف، بس عليه اقبال هوايه. والمميز بالعقيق انه به هوايه موديلات والوان مختلفه، وبالشغل يكون كلش ممتع. فرصه طيبه ان نلتقي بهذا المعرض الجميل، معرض يضم الجاليه العراقيه، والميزه اللي بيه انه متنوع على صعيد الحرف والمؤسسات، سواء المؤسسات التدريسيه او المؤسسات الحرفيه او الصناعات او المؤسسات الاعلاميه والمعنيه بالمطبوعات. طبعا اكيد القسم اللي يديره الاستاذ حسين الحسيني صاحب المجله الشهيره في لندن اللي هي لايف ستايل، وطبعا انا اكتب بيها يعني شرفني يعني كل عدد، انه شيء جميل حقيقه يعني، شيء مفرح، وخاصه هذا المشروع انا اعرفه عن قرب انه مشروع متطور لتقديم صورتين، صورة عن العراق إلى العالم، وصورة من العالم يوصلها إلى العراق. هذه أهم النقاط التي ترتكز عليها المجلة أو الأنشطة الإعلامية والصحفية والفنية الأخرى. شكرا جزيلا. زينب الجواري، مديرة أكاديمية الفنون والتراث العربي في لندن. انفتحت قريبا أكاديمية الفنون والتراث في لندن، وإحنا كل سعداء بهذا الإنجاز لأنه نادر من نوعه، ومؤسسة تضم كل الفنون، السينما، المسرح، التشكيل، جميع الاختصاصات الفنية. وإحنا فخورين بهذا الإنجاز لأنه من خلال ردة فعل الناس المتعطشة للتعليم وايضا تطوير مهاراتهم الشخصية وايضا لتعليم الفنون. احنا اليوم عندنا ماخذين مكان بهذا البازار، واحنا سعداء بردود فعل المجتمع العربي بافتتاح الأكاديمية، ونشوف يعني انه اهتمامهم هو هذا الاهتمام اللي يشجعنا نستمر، وان شاء الله يشجعنا انه نكون فعلا بقدر هذه المسؤوليه الكبيره اللي يعني احنا اخذناها على عاتقنا. اكاديميه الفنون والتراث العربي في لندن، زينب الجواري. ليلى العقابي، احد منظمي ميسوبوتاميا. سعيدة اليوم كلش هواية بهذا الحضور وهاي المشاركات، والحضور يعني دا أسمع من عندهم فيدباك يفرح ويشجع إلى إن شاء الله يعني بزارات ومعارض قادمة. شكرا لكم وأهلا وسهلا بكم في ميسوبوتاميا الثالث. منتجات حرفية
على الألوان والطرازات العربية اللي هي الهاند والعيون والمقات اللي تنكتب عليها الأسماء. هذا أنا اسمي رشا رمزي سلمان. It's all hand, كل شغل إيد, handmade design. الأيديا أجتي إنه actually I'm an architect and interior designer, فإنه يعجبني أشتغل أشياء بإيدي وديزاينات ومن كتلري سيتس إلى خاولي مناشف خاوليات إلى الصوب والصوابين, هاي أكسسوارز للتي بوت حلمود إذا الشاي من الدورة ما ينقط, ف this is one, this is التي كوزي أو الورمر لل إحنا بالعراق نقول عليه الفوري. وهنا عندنا همين أشياء اللي هي for baby gifts للولادة الجديدة, للboy للgirl. أنا الدكتور عامر هشام الصفار, جئت من ويلز مشاركا في هذا المعرض وأشجع مثل هذه المبادرات الجميلة. مشاركتي الحقيقة تأتي من خلال اهتمامي بالأدب والثقافة, فأتيت اليوم مشاركا من خلال مجموعتي القصصية الرابعة التي عنونتها بصخب الروح, وهذه هي المجموعة التي تحتوي على العشرات من القصص القصيرة. شكرا جزيلا. Hi, I'm Amal and this is Amal Jewelry. I create jewelry from 18 karat gold. They're all solid and use the diamonds. They're aimed at the independent, strong women. It gives you confidence, it gives you that boost to get through the day. It makes you feel strong and it's just a statement. So I've started this a year ago, April last year. I started with my first collection, the Three Queens. This one's the Sun Queen, the Rose Queen, and the Ice Queen. Amal Stackable Collection. And that's the main statement ring, the Amal ring with the logo on it. And then here I have a really special one. It's called the Zigzag Baguette, made of baguette diamonds. They're just... Oh, and the last one, sorry, is the Amal pendant. Also 18 karat gold. السلام عليكم, اسمي ليندا حازم إبراهيم العقيدي, أشتغل أعمال يدوية. كل هذه الأعمال أنا أسويها, أشتغل بالأحجار الكريمة وباللؤلؤ أزواج, يعني باللؤلؤ وبالأحجار الكريمة, وكل هذا شغل إيدي. أشتغل من 2008, بديت أشتغل من 2010, وهاي حتى أسوي كولكشن مال الأعراس, أسوي بوكيهات وأسوي أشياء للشعر همينة, وحتى أسوي أعمال like جنط, حتى جنط هنا أنا أسويها كلها أنا أشتغلها. وعندي طبعا مو كولكشن, بس المكان شوية صغير ما أقدر أخلي كل الشغل مالتي. مرحبا, أهلا وسهلا بكم بالبازار, هذا ثالث مرة أشارك بهذا البازار. عندي محل مجوهرات بكريكلوود برودواي. الصوغ احنا من الاول صياغ من اجدادنا, والدي, وهسه انا استلمت الشغله. مجوهراتنا من everywhere, باي مكان بالعالم بفاشن نروح ونجيب مجوهراتنا من عنده. زورونا واهلا وسهلا بكم. كراون فاين جولري, شغلنا طبعا احنا بين دول اوروبا كلها, بس المين شغل بلندن, نشتغل بهولندا وبالمانيا وبلجيكا. ما شاء الله عندنا خبراء ألماس يروحون البلجيكا دائما. نحضر دائما معارض إيطاليا, معارض دبي, معارض اسطنبول, حتى نشوف آخر صيحات الفاشن ونحاول نرضي كل الأذواق. وأهلا وسهلا بالكل, شكرا جزيلا. ما نعرضه هنا هو سلسلة من كتب تعليم اللغة العربية
متكونة من أجزاء سبعة في مستويات مختلفة. الجزء الأول خاص بالمبتدئين كليا، ويتطور إلى المرحلة العليا الجزء السابع الخاص بمرحلة الجي سي اس اي، حيث يتوافق مع المتطلبات المطلوبة من قبل لجنة الامتحانات في ريدكسل التي تضع الامتحانات النهائية على ضوء معايير خاصة حاولنا أن نعكسها في هذا الكتاب. السلسلة في طبعتها الثالثة، حيث كانت قد طبعت لأول مرة قبل أكثر من 10 سنوات، أعيدت طباعتها للمرة الثانية في العام 2009، ونحن الآن نعمل على إخراجها للمرة الثالثة بطباعة جديدة بعد التنقيح والاستفادة من ملاحظات المعلمين والمنفذين من أساتذة وطلاب وأيضا أولياء أمور. هذه بشكل مختصر، هذا بشكل مختصر نسخة عن الكتاب، إضافة إلى سلسلة أخرى في قواعد اللغة العربية والنحو متكونة من 5 كراسات، أيضا تبدأ من المستوى الأول في الاسم والفعل والحرف وتنتهي إلى مراحل متقدمة من القواعد، أيضا تتماشى مع متطلبات السبيسيفيكيشن الموجودة في الكراس الخاص بامتحانات الجي سي اس اي ومن قبل ادكسل الذي هو يعتبر احد المراجع او الجهات التي تضع الاسئله الامتحانيه في ليس فقط اللغه العربيه انما في كل المواضيع العلميه والادبيه ولكل المستويات الجي سي اس اي والاي ليفل ومراحل العليا ايضا. شكرا جزيلا. مرحبا، مدرسة ويمبلي العربية هذه مشاركتنا الثانية في معرض بلاد ما بين النهرين. المدرسة تأسست في السنة الماضية 2015 شهر التاسع، وكان عندنا في البازار الثاني كان عندنا المشاركة الأولى، وفي البازار الثالث هذه مشاركتنا الثانية لغرض الافتتاح. الكثير من المدارس العربية افتتحت في بريطانيا وفي بلندن بالتحديد، وإحنا حبينا أنه لكثرة الجالية العربية حبينا أنه نفتح هذه المدرسة، ومدرستنا متميزة، كل مدرسة هي متميزة، فحبينا أنه أن يكون هذا التميز ب كيف أنه نحبب المنهج، كيف أنه نوصل اللغة العربية لغة الأم للطالب الرغب في الدراسة باللغة العربية. من ضمن المدرسة احنا عملنا كورسات لأهالي الطلبة وللراغبين في هذا اليوم، يوم الويك اند أو يوم العطلة، فعملنا عدة كورسات فنية زائدا نشاطات لأهالي الطلبة. احنا دار كتب تنشر كتب للعرب في المهجر. هاي الكتب الأولى طلعناها نشرتها الشركة، هي مخصصة للأولاد العرب اللي يعيشون في دول الغرب. فالكاركترز الشخصيات هم نفسها تتكرر إلى 49 كتاب، هذا المستوى الأول من عمر 3 إلى 6 سنوات. اختارينا اسماء مناسبة كل اللهجات العربية تلفظها بطريقة صحيحة. الكتب متدرجة بالمستوى، كل كتاب بهدف معين، مثلا هذا الكتاب باب، هذا بس هدفه أنه يخلي الطفل يحب القراءة باللغة العربية، هو هذا الغرض من الكتب كلها. هذا حتى لو ما رايح مدرسة عربية راح يفتح الكتاب، أقول له راح تقدر تقرأه بحدك. الكتاب بقصة. إسراء البزنس ماتي هنا اشترك بميسوبوتاميا الثالث، البزنس ماتي باسمي، وهنا احنا اني اسوي عدة اشياء، اسوي الفيفرز، وهنا مسوي اني نماذج للفيفرز للاعراس للبيبي شاور، اسوي هالبيبي شاور، اسوي الكيكس بكل انواعه، اسوي المكرونز، اسوي يعني اجهز البارتي كلها. تجيني الام او العروسه تريد لها كيكه مختلفه بالنسبه للعرس مالتها، فاني احاول انه اترجم الأفكار اللي بداخل الكوستمر اللي يجيني إلى كيكة أو بالأحرى إلى قطعة فنية. أحب أنه أشتغل شيء ديفرنت، وأنه يكون ثلاثي الأبعاد، مثل عندي هنا هاي الكيكة اللي هي على شكل عروسة
كل اللي بيها أدبل. حاولت أنه أركز على 3D كيكس لأنه أحس نفسي بي، ألقي نفسي موجودة بي، لأنه أظهر الفن وأظهر الإبداع اللي بداخلي، أظهر العقل أو التفكير الهندسي اللي موجود عندي بكيكة أجنبية. لذلك أنا يعني استغليت هذه الفرصة في أنه أظهر أوصل آثار بلدي للناس أجمع. وأتمنى أنه النجاح والتوفيق لكل الموجودين، وأتمنى يعني أنه الجميع يستمتعون. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. أنا اسمي أحمد محمود وصيدلاني، وفتحت مشروع جديد اللي هو أونلاين فارماسي، سميناه أفيرو فارماسي، ونوفر خدمة مجانية، نوصل أدوية باب المريض ببلاش، وإحنا نتحمل يعني الراتشاتات ناخذها من الدكتور، وبعدين نحضر الدواء ونوصل بيت المريض. ونفس الوقت هم نبيع عطور بأسعار كلش جدا مناسبة، ونفس الوقت كلن أصلية وماركاتها معروفة. حبينا اليوم نعرفكم على الشركة مالتنا. أنا أحمد الياسري، طالب ماجستير ودكتوراه بالاقتصاد، وإحنا من منتجين العسل. العسل اللي عندنا هو شفاء للناس بإذن الله إن شاء الله. يعني عندنا أنواع من العسل يونيك، هذه ما موجودة بالأسواق، وإحنا أيضا نتعامل مع مؤسسات علمية ومؤسسات ثقافية، وحاصلين على شهادات جودة مختلفة. أنا الفاوندر مال هذه الشركة، وهذا البرودكت يعني طالع من الأون هيف مالتنا، من مزارعنا حقيقة ومن مناحلنا. المشكلة الناس تظن أنه في كثير عسل بالماركت، ولكن هذه يعني الناس تشتري العسل بقصد الطبابة، بقصد استعمالك يعني دواء، ولكن ترجع تصير المشكلة أنه ما وجدوا البنفت المطلوب من عنده أو الإفكت المطلوب من عنده. احنا والحمد لله اسمنا ومعرفتنا ومعرفة الريتين كاستمر بينا، ومعرفة كثير من الجاليات اللي نتعامل مياه، الجالية العراقية، الجالية الإيرانية، الجالية الباكستانية، نتعامل مع كثير من المحلات يعني بكل لندن. أيضا عندنا 9 أنواع من الأعسال، أمثال الأعسال البرية، أعسال الثيم هاني أو الزعتر، الكاليبتوس، أو الحقيقة منتجات راقية من ويونيك، تعتبر يعني الكواليتي توب كواليتي. احنا ما نفضل الكوانتيتي على الكواليتي، لا بالعكس، البوليسي مالتنا هي تعتمد على الكواليتي فقط لا غير. الكوانتيتي يعني تعتمد على الزبون وطلبه، ان اما اهم شيء بالاحسال ان تكون الانبوت مالتها هي من الطبيعه، وبالتالي الاوتبوت يحقق لنا الغرض المطلوب. شكرا. سعادة هاشم، مديره اكاديميه الفنون الجميله في لندن، الأكاديمية العربية. طبعا احنا أكاديميتنا تتميز انه نعلم العربية من خلال الفنون الجميلة، وأكاديميتنا خاصة للأعمار من 8 إلى 18. تتميز بالأكاديمية هي تعليم اللغة العربية من خلال الفنون الجميلة، فهاي فرصة للأولاد أو للأطفال أو للجيل الجديد هنايا حتى يغيرون، يعني يساعدهم تغيير بمفهوم تعلم اللغة العربية، لأن أغلب المدارس هنا تعليمهم روتين، تعليم روتيني. لكن بأكاديميتنا ابتكرنا طريقة أنه نحببهم باللغة العربية من خلال الفنون الجميلة، كالتصوير الفوتوغرافي، الخط العربي، الموسيقى، الدراما، زائدا صناعة الفيلم. هذه فرصة حلوة أنه الفنون الجميلة تكون كتطبيق عملي للأشياء النظرية اللي يأخذونها بتعلم العربية. فقسمنا وقت الأكاديمية قسمين، أنه قسم يتعلمون قواعد اللغة العربية، وقسم الثاني هو تعلم الفنون الجميلة حسب اختيار الطالب. فأعتقد أنه هاي فرصة حلوة للطلاب، فرصة حلوة للجيل الجديد، نحببهم باللغة العربية أكثر، نخلي تمسكهم باللغة العربية أكثر،
واتمنى يعني نتفوق بهذا الجانب ونقدم شيء مفيد للاجيال الجديده. شكرا جزيلا. Hi, my name's Anna Wallach. I work for Eastern Adornment, which is run by a man called Mo. We specialised in jewellery and pottery from the eastern parts of the world. For example, this is all from Palestine. As you can see here, we have a huge collection. And in our shop, which is based just off Richmond High Street, we have much, much more alongside lots of stones, lots of jewellery. Basically, there's something for everyone. So yeah, it's a great little shop. And we're just based in the UK. We've had that shop open for about 15 years now, although personally I only work Saturdays for the last 6 months. But yeah, Mo's running a great business and you should pop down and see it. Thanks very much. اسمي مهدي الشمري واني فنان عراقي خريج أكاديمية الفنون الجميلة سنة 1974. يعني أمارس الرسم من زمان وحقيقة يعني الغربة خلتنا شوية نتعطل، بس بشكل عام دا أحاول جهدي أن أقدم أشياء تعكس الواقع العراقي، والصور اللي دا تشوفوها غالبيتها عن المرأة العراقية ومعاناتها بهذه الفترة الصعبة اللي دا يمر بها العراق. ويعني أتمنى أنه كنت وفقت في يعني عرض هاي المسائل. مساء الخير، أنا محمود من مكتبة ألف. إحنا مكتبة مصرية موجودين في لندن، ما بقناش كتير، بقنا 6 شهور، والحمد لله احنا بنحاول ان احنا نوصل رسالة للمجتمع العربي في لندن ان الثقافة العربية حاضرة وبقوة. احنا جايين من مصر خصيصا عشان الهدف ده. احنا الحمد لله اكبر مكتبة يعتبر في مصر حاليا، عندنا فوق 30 فرع، وان شاء الله بنحاول ان احنا نتوسع على قد ما نقدر في مصر وخارج مصر. الهدف الرئيسي ان احنا ما اخترناش اي بلد تانية زي مثلا، وبنحاول على قد ما نقدر ان احنا نعمل اكتيفيتيز، بنعمل انشطة داخل الستور عندنا وخارج الستور متعلقة بالادب العربي او بالثقافة العربية، زي ورشات الخط العربي وموسيقى عربية وستوري تايم للاطفال باللغة العربية بنعملها، موجودة عندنا كل اسبوع. وإن شاء الله في انتظار المزيد تابعونا على الفيسبوك وعلى الانستغرام alifbookstores.com. يوم 28 إبريل إن شاء الله هيكون عندنا السيدة أحلام، هيكون في كتاب جديد هتيجي توقعه عندنا في المحل، وطبعا تشرفونا، المكان مكانكم في أي وقت. متشكرين جدا. سافانا البدري، أمثل سافانا جولوريز. حبيت أشارك بنشاط ميسوبوتاميا، هاي المشاركة الثالثة إلي. النشاط هو ملتقى للجالية العراقية في لندن، فرصة للقاء والتواصل وتبادل الخبرات والمعارف. حبوا يشاركون بحرف يدوية بحتة، من رسم فن، رسم الفن على الزجاج، على الورق، الشموع، السيراميك، العطور. تنوعت المشاركات. بالنسبة لي مشاركتي هي بصناعة يدوية بحتة للإكسسوارات والمجوهرات. حبيت أشارك بقطع وحلي تعكس موروثنا وحضارتنا العراقية. استعمل الأحجار شبه الكريمة، وأيضا جميعها مطلية بالذهب أو الفضة. كل قطعة من هذه اللي حبيت، الأيم الهدف من شغلي هو أنه أنتج قطع بسيطة تناسب شخصية المرأة، لأنه برأيي الإكسسوار يعكس شخصية المرأة. فكل قطعة من هذه القطع ممكن تتلائم مع أي زي وتضفي للمرأة شيء من شخصياتها. شكرا. بحر كاظم، مخرج مسرحي وسينمائي. الحقيقة البازار هذه فرصة جميلة أن تتجمع العراقيين وأن يعرضون كل منتجاتهم، وبنفس الوقت هو فد باب للقاء والتفاعل ما بين فئات وطبقات المجتمع. وتنوع المعروضات وتنوع الأكلات وتنوع الحاجات وتنوع الأحداث لهذا، والصديق اللي ما شايفه من زمانها ما حتشوفه، وفد فرصة جميلة، وأعتقد هي خطوة جميلة، ولكن يحتاج لها إلى نوع من الرعاية الكاملة بشكل أفضل، وتنظيم يحتاج لها أكثر، ويحتاج لها بعد قاعة أكبر
حتى الصيف بعد تاخذ شكلها الافضل، ونأكد على عواقيتنا هنا في لندن. اهلا وسهلا بكم، طبعا شرف كبير لي ان احضر اليوم المعرض والسوق الخيري المقام في فندق دبل ثري في لندن في منطقة إيلينغ لنتاجات المدارس العربية ونتاجات وإبداعات البنات العربي العراقيات المبدعات بكل ما فيها من ألوان وأشكال الحياة وفي مختلف المجالات. معرض جميل وجهود جبارة ونفوس خيرة، يعني كان يوم جميل بالنسبة للجالية العراقية، وأتمنى هذا المعرض يعكس انطباع للشعب العراقي بأن الشعب العراقي كلهم يد واحدة وقلب واحد لكي نبني عراقا جديدا من خلال تجنبنا للمشاكل. وأتمنى اليوم اللي تزيل بالغم عن العراق ويسود الرفاهية والأمن والسلام بالعالم وبالعراق خاصة. أهلا وسهلا وشكرا جزيلا. السلام عليكم، أنا من زوار المعرض، هاي المرة الثانية أحضرها، ومعرض جدا رائع بي يعني شغلات هواية حلوة متنوعة من حيث الاكسسوري، من حيث الثقافة، من حيث الزينة، ديكورات، الفنون. فبالفعل يعني معرض حلو، وأنا كلش أشكر كل الجالية العراقية والعربية اللي شاركت بهالمعرض هذا، وحضور كلش حلو، وإن شاء الله موفقين دائما للأفضل. أنا اسمي زينب الصايغ، واسم الشركة تبعي جازمن اللي هي تبع ديكوريشن، واليوم مشاركتنا هنا لأول مرة بهذا المعرض، وحبينا أنه نعرف عن شغلنا عن ديكوراتنا، ونحب أنه نسعد الناس من هالنوع من العمل، وأي شيء اللي يعجبهم ممكن يعني شو اسمه يتصلون بينا، وأفكارنا على أفكارهم، وإن شاء الله نطلع أجمل صورة ما يمكن. وشكرا لكم. International Action for Iraqi Refugees، الحملة العالمية لمساعدة اللاجئين والمرحلين العراقيين في العراق وخارج العراق. عندنا حملة لمساعدة، نبعث لهم ملابس، نبعث للتلاميذ ليخلصون دراساتهم في مصر، نبعث إلى الموصل وإلى أربيل بالوقت الحاضر، أربيل وسليمانية للمرحلين من الأنبار ومن الموصل ومن الفلوجة، من كل مناطق العراق المرحلين اللي حالتهم بالويل بالوقت الحاضر. فنحب مساعدة من كل الناس، لأن وضع العراق المأساوي في الوقت الحاضر يحتاج مساعدة من كل الأشخاص اللي لديهم رحمة واهتمام بهذا الموضوع. مساء الخير، أعرفكم بنفسي، إيمان رشيد من مصر، ومنى صاحبتي من المغرب. احنا عندنا شوية حاجات جايبينها من بلادنا العربية، بنحاول ان احنا نسعى ان هي تنتشر في البلاد الأوروبية. عندنا حاجات هاند ميد، سكارفات، فلورز. احنا عندنا anyway محل في إيلينغ، نحب ان انتوا تشرفونا ان شاء الله. محلي اسمه ايمي سكارف. تشرفنا معرفتكم، واحنا مبسوطين كتير ان احنا انضممنا في المعرض دوت. اكشلي كل الناس كمان الموجودين، المجموعه المشاركه معانا، كلهم ناس محترمين كتير. بشكر مدام غزوه الاورجنايزيشن، كل حاجه فيري نايس. ماي نيبرز اولسو زي ار فيري نايس. اي هوب ايفريثينج جوينج ويل ان شاء الله باذن الله، ونشوفكم مره ثانيه باذن الله. ميرسي.